تعالوا كده مع بعض نشوف اغلى لعيبه في الدوري المصري. نشوف ودي نظرية برضو تخلينا نقف هنا في حتة. ايه هي الحتة؟ النادي اللي بيدفع للأجنبي رقم كبير يبقى كمان مفيش مشكلة لما يدفع للمصري، لأن هنا الإمكانيات توفرت. يعني هنا الإمكانيات توفرت، في نادي ما عندوش إمكانيات، فهنا الأمور خلاص يقول لك دي ظروفنا دي، لكن أنا النهاردة بدي الأجنبي، الأجنبي لو أفضل من المصري بكتير خلاص، لكن لو المصري النهاردة بيأدي بشكل مختلف. ناهيكم طبعا عن لعيبه كتيره قوي جت في الدوري المصري، في الاهلي وفي الزمالك وفي الاسماعيلي، وده موجود في كل حته، ما عملتش حاجه خالص واخدت ارقام كبيره على فكره، وده وارد. وارد في الصفقات، انت مش انت لو هتجيب 10 صفقات مش ال10 سوبر وهيكسروا الدنيا في العالم كله، انت بتجيب حضرتك 10 صفقات بيكون في رؤيه 6 7 كويسين، واحد ما بيمشيش، واحد بيتاقلم، واحد ما بيتاقلمش. ده وضع طبيعي، لان الناس ساعات تقعد تقول لك ده جه ازاي؟ ده الامور هنا عامله ازاي؟ السي في، طب ما جربتوش ليه؟ طب ما لعبتش بيه 500 ماتش ليه؟ ده في عالم كره القدم مش موجود. انت النهارده لما بتيجي تجيب لعيب بتتبع سياسات معينه، بتشوف منهجيه معينه، وبتيجي بعد كده خلاص بتاخد القرار وبتشوف بقى اللعيب تاقلمه عامل ازاي؟ اموره مشي مع الفريق ده ازاي؟ القصه كل دي امور بقى بتتحل بعد كده، بيكون ليها قصص تانية. طيب ده دي اللعيبة أرقامها في الدوري المصري. القيمة التسويقية للاعب ليها علاقة بفلوسه ولا لا؟ ولا قايمة مختلفة ولا نفس الأسامي؟ نشوف. دي القيمة التسويقية بناء على أداء اللاعب. اللعيبة اللي ستاندرد في أدائها هي اللي هتلاقيها أرقامها كبيرة هنا وأرقامها كبيرة هنا، زي زيزو، زي المجموعة اللي شفناها أمام حضراتكم.